ذكرتها بكذا مناسبة إن أي مباراة عندي تعتبر نهائية. ما شاء الله جميعهم تتجهز لهم نفس الجاهزية، لأنه أنت لابد أنك تحافظ على عملك وعلى اسمك في هالمجال هذا، إن هالمباراة اللي لما تقلل من حجم المباراة سواء نهائية أو غيرها فأنت قللت من عملك يعني، فلا بد أنك عشان تجيد عملك لا بد أنك تقدم لكل مباراة حقها يعني. نعم.